قبل أكثر من 800 سنة من اليوم، هاجرت جموع من حضرموت جنوب اليمن إلى جنوب شرق آسيا للتجارة أو الدعوة إلى الإسلام. فكانت النتيجة دخول الملايين من الآسيويين في الدين الإسلامي بفضل حسن أخلاق واعتدال المهاجرين الحضارم. واليوم أصبحت مدينة تريم وجهة مهمة لدراسة الدين الإسلامي المعتدل لمئات الطلاب الأجانب، وبالذات دول شرق آسيا، حيث تتمتع تريم بسمعة عالمية في تعليم الدين والأخلاق بأكثر المبادئ الإسلامية اعتدالاً وتسامحاً. ومن بين كل الوجهات التعليمية الدينية في حضرموت، يمكن اعتماد دار المصطفى هي المدرسة الأكثر شهرة. دار المصطفى فطبعاً عرفنا عنها من خلال متخرجيها. في بلادنا كثير الذين تخرجوا من هذه الدار فنشروا العلم بأحوالهم وبأقوالهم وبأفعالهم، فلما رأينا فيهم من هذه الشيمة فتأثرنا، وكثير من أهل البلدان يتأثرون بهم، فتساءلنا عن مصدر هؤلاء، فقالوا أنه دار المصطفى، فتتبعنا عن هذا الأمر حتى الحمد لله يسر الله بالمجيء إلى هذا المكان. تأسست دار المصطفى للدراسات الإسلامية في عام 1994 ميلادي، وذلك بغرض تدريس العلوم الإسلامية بالأسلوب العريق المعمول به في الحواضر الإسلامية المعروفة. وقد ساعد تاريخ طويل من الزهد والتدين في تريم على تحقيق هذا الهدف، فتريم منذ قرون عرفت كأحد أهم الوجهات في الجزيرة العربية لتعلم الدين، حتى أنه وجدت فيها قرى كاملة أقيمت لهذا الغرض، وهي القرى التي تعرف بالأربطة، وتلك الأخرى التي تعرف بالحوطة كارباط باعش في وادي دوعن وحوطة عينات في شرق تريم. تأسست دار المصطفى من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: الأول تحصيل علوم الشريعة، والثاني تزكية وتهذيب النفس، والثالث نشر الدعوة إلى الله بالصبر وحسن الظن. رأينا في تراتب هذه الدار المميزة كما سمعناها كثير هو المقاصد الثلاثة: العلم والسلوك والدعوة. فكان الطالب وكنا كذلك مطلوبين بمجيئنا إلى هذا المكان أن نأخذ هذا العلم بالمسند، ثم فوق هذا طلب منا ليس بمجرد العلم فقط لكن بالعمل، أن نعمل بما علمناه، ثم الأخيرا إذا قد تحققنا بهذا العلم ثم بالعمل طلب منا أن ننشر هذا النور من خلال المقاصد الثلاثة، وهو الأخير منها وهو الدعوة. يتضمن المنهج الدراسي للدار عدداً أكبر من مقررات الدراسات الإسلامية وعلوم اللغة، إلى جانب حفظ القرآن الكريم وفق برنامج يومي يبدأ من الفجر وحتى المساء. تصل فترة الدراسة والتأهيل لطلاب الدار إلى 4 سنوات، كما توجد دورات قصيرة موجهة للدعاة وأئمة المساجد، وأخرى لتعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مع تعليم شيء من المبادئ الإسلامية. حرص القائمون على دار المصطفى على تهيئة البيئة المناسبة للطلاب لتحصيل العلم بأقصى فائدة، ومن أجل ذلك تم توفير الكثير من الخدمات داخل الدار كوجبات الطعام وغرف النوم، وحتى خدمات إرسال واستقبال الحوالات المالية، وهي خدمات تمكن الطالب من البقاء داخل الدار والاستفادة من كل أوقاته. كما أن تكاليف وشروط الدراسة بدار المصطفى ميسرة كثيراً، حيث لا يدفع الطالب سوى رسوم رمزية، كما لا توجد شروط سوى أن يتجاوز الطالب 15 عاماً وأن يخلص النية لله. إن دار المصطفى للدراسات الإسلامية أحد الأمثلة الحية على استمرار حضرموت في القيام بدورها التاريخي المتمثل في نشر العلم والدين المعتدل. فوفود حضرموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت من أوائل الوفود في بداية الإسلام، كما أن جموع الحضارم في آسيا لهم دور تاريخي في نشر الإسلام بالأخلاق. عند رجوعي إلى إندونيسيا سأخبر الناس مما صرته في هذه الدار وأهل حضرموت عموما عن ما كان معهم من الأخلاق وما كان معهم من ميراث النبوة من العلم والعمل والآداب، وامتزاجهم بهذه الأمور
في حياتهم وفي معيشتهم وفي معاملتهم بينهم البين وبينهم وبين من يأتون إليهم من أهل بلدان أخرى. لقد كان الحضارم وما يزالون رسل للسلام قبل كل شيء، وها هم محب السلام اليوم يعودون إلى حضرموت لتلقي مبادئه من منابعه.